مساء الخير يا بابا. أهلا. كنت عايز أتكلم مع حضرتك شوية. خير يا طارق؟ يعني كنت قاعد مع ناصف مرة قبل ما يدخل لك، ولما سألته عن أحوال المدرسة رد عليا ردود غريبة شوية. أحوال إيه؟ مش فاهم. أحوال المدرسة يا بابا. مدرسة العماني؟ هو في مدرسة غيرها ولا إيه؟ أنت مالك أنت مدرسة النعماني؟ دخلك ايه انت بيها؟ ازاي انا مالي بس يا بابا؟ هو مش حضرتك بعد عمر طويل المفروض المدرسة دي هتبقى بتاعتي؟ لا، المدرسة دي بعد موتي مش هتبقى بتاعتك يا استاذ طارق، دي هتروح للدولة، هتبقى ملك وزارة التربية والتعليم. ايه الكلام ده يا بابا؟ انا مش مصدق اللي بسمعه. انت بتعملي ايه؟ ايه اللي بعمل ايه دي؟ ايه شايفاني بعمل ايه؟ شايفاكي واقفه بتتصنطي على باب. لا بقول لك ايه؟ فوقك مني، انا اكيد مش بعمل كده. انت واقفه هنا بتعملي ايه؟ انت هتحققي معايا؟ انا مش بحقق معاكي بس بحاول افهم. انت بتعلي صوتك ليه؟ ها؟ تعالي نتكلم بره، اطلعي قدام. خشي هنا. اقفي هنا اهو. اسمع مالك، دي اخر مره تساليني عن اي تصرفات انا بعملها ولا اي حاجه انا بعملها، كانك لا شايفاها ولا تتكلمي فيها، فاهمه ولا لا؟ وحتى لو انت تعمليه ده غلط، برافو عليكي، برافو يا حبيبتي، هو ده اللي انا اقصده بالظبط. حتى لو اللي انا بعمله ده غلط، انت مش من حقك اصلا تحاسبيني. وانت اللي من حقك تتصنطي على بابا. قلت لك ما كنتش بتصنط. انت هبله يا بت ولا حماره ولا ايه؟ بقول لك ايه يا هاجر، لما تيجي تتكلمي معايا كلمي معايا كويس لو سمحت يا حبيبتي. ما ده اللي ناقص. دنيا هنا ما هتعلمني انا اتكلم ازاي واللي ينفع واللي ما ينفعش. يا بنتي انت اللي زيك يحبس نفسه في الاوضه عشان ما يعملش التصرفات الهباب دي. ايوه اعملي الشويتين دول يا اختي، خلاص حفظناهم. ما تتعبش نفسك، ومهما قلت انا مش هغير كلامي. شوف يا ابني، عمر مدرسه النعماني ما كانت مصدر دخل للبيت، طول عمري فاصل المدرسه بالميزانيه بتاعتها عن مصاريفي ومصاريفكم ومصاريف البيت كله، والوضع ده هيفضل هو هو حتى بعد موتي. يعني موضوع المدرسه ده تنساه خالص من اساسه، لكنها مش موجودة، فاهم؟ بقيتي أحسن؟ أيوة الحمد لله بقيت أحسن. أنا بس عايزة أفهم حاجة، هو أنت في أي حد ضايقك أو حاجة حصلت؟ أنت بقالك كتير قوي بيحصلش موضوع الأتاك ده. أكيد طبعاً حد ضايقني. مين؟ يعني أنا اللي قلتلك يعني يا سيادة هتعملي حاجة. طب قوليلي، طيب وأنا لو هقدر أعمل حاجة أكيد هعملها. هاجر، وأنا طالع من باب الأوضة لقيتها بتتصنط على باب أوضة بابا، ولما سألتها خدتني على الجنينة وكلمتني وحش قوي. بعدين كملت. هو حاجة خلاص، وبعد كده جليل قتلك. يا دنيا يا حبيبتي اجمدي شوية عن كده، مش معقول أي حد يقولك كلمتين تنهاري بالشكل ده. بقولك يا سيدة غلطت فيا وشتمتني وقالت لي انت حمارة ما بتفهميش، يعني المفروض ان انا عادي استقبل كل الحاجات دي كده عادي يعني؟ لا يا حبيبتي مش عادي، هاجر زي اختك الكبيرة ومرات اخوك الكبير، عشان خاطري ما تبقيش حساسه قوي كده. خلاص بقى يا سياده لو سمحتي، عشان انت لو كانت عملتي لي كده كنت اكيد هتتضايق. ايوه حبيبتي كنت هتضايق، بس كنت هعمل حساب برضه ان هي مرات اخويا، فاهماني؟ عايزه
عرفتي ليه ما كنتش عايزه اقول؟ مفيش داهية اصلا من الكلام، مفيش داهية. دنيا حبيبتي مالك في ايه؟ لسه سامع قايله لي دلوقتي ان انت تعبانه. مالك يا حبيبتي في ايه؟ خلي مراتك تحكي لك. هو انت حكيت لهجر؟ حكيت لها. روح بقى اسالها. يا حبيبي هي المشكله اصلا مع هاجر. مع هاجر؟ احكي لي طيب حصل ايه؟